السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم زياد أحمد في فيديو جديد. الفيديو ده مختلف خالص، جربنا نعمل تجربة صيد أنا وصديقي محمد. كلمني قال لي إحنا عايزين نعمل تجربة كده نجرب نصطاد فيها، فإحنا اتقابلنا وشربنا شوية شاي مع بعض. محمد صديقي اتقابلنا الساعة حوالي 10، هي دلوقتي الساعة 10:30 الصبح، اتقابلنا من حوالي نص ساعة وشربنا شوية شاي وقعدنا كده نتكلم، قلنا نشوف هنعمل ايه. معانا الطعم، جبنا الطعم بتاع الصيد اهو يا جماعة، وجبنا العدة برضو بتاعة الصيد، الحديد والحاجات اللي انت بتركب فيها الطعم بالشكل ده. احنا المكان اللي احنا فيه اسمه ترعة الاسماعيلية، احنا قاعدين في احد الكافيهات يعني اللي في ترعة الاسماعيلية، بس هو المكان تحس ان هو فاضي شوية عشان احنا جايين الصبح بدري، انا تقريبا مفيش غيرنا في المكان. بالنسبة للنقطة اللي احنا بنصطاد منها، انا اقترحت عليه ان احنا ننزل تحت، بس هو قال لي لا خلينا فوق يعني كده، والسنارة بتاعته هتطول، قال لي 4.5 متر فهتطول ادي السنارة، فاحنا هنشوف يعني. احنا لسه مش عارفين احنا هنصطاد حاجة ولا مش هنصطاد حاجة يعني، خلونا مع بعض نشوف احنا هنعمل ايه. بس ده الطعم يا شباب اللي احنا هنصطاد بيه، المفروض ان هو بيكون دود. في ناس بتصطاد بدود، في ناس دود حي اللي هو الاحمر، عشان بس مش اي دود يعني. تقول للراجل او اللي انت المكان اللي انت بتشتري منه، تقول له انا عايز دود صيد او اصطاد بيه يعني. في ناس بتصطاد بجمبري، في ناس بتصطاد بعيش، بتحط اللي هو معيش. طبعا احنا مش عارفين يعني، احنا مش محترفين قوي عشان نتكلم بصراحه، بس احنا بنجرب معاكم وبنشوف احنا التجربه دي هتنفع بايه. احنا قلنا نجرب بالدود الحي، ده اللي احنا اصطادنا بيه قبل كده وعملنا بيه تجربه قبل كده، بس للاسف ما صورتهاش فيديو. ده شكل الدود اهو، ده كان عند صديقي، كان حاطه في التلاجة يعني، فقلنا نستخدم الدود ده. وخليكم معانا نشوف هنصطاد حاجة ولا لا. دلوقتي صديقي محمد بيركب الطعم، بيحط الدود في اسمها ايه الحديدة دي بتاعت السنارة دي يا محمد؟ السن. السن، بيسموه السن. هو دلوقتي بيركبها بالشكل ده اهي. طبعا هي لو طويله شويه الدوده دي، فانت بتلفها كذا مره على السن ده، بحيث برضو ان الدنيا تظبط معاك وتشبك السمك معاك. واحنا دلوقتي بعد الخطوه دي، بعد ما محمد بيركب الدود، هنجرب نصطاد وهنشوف ايه اللي هيحصل. ادي المنظر يا جماعه، لا حاجه روقان خالص يعني، احنا مفيش غيرنا في المكان، بس حاجه في الروقان خالص يعني. يا جماعة محمد هيرمي السنارة بعد ما ركب الطعم، وربنا مستعان. نشوف التجربة دي هتمشي على ايه، هتنفع ولا مش هتنفع. ايوة ابو محمد رمى السنارة اهو، نشوف ايه اللي هيحصل. هنستنى شوية كده عشان طبعا برضو الصيد لازم تصبر شوية وتشوف الدنيا بتاعتك فيها ايه، ونشوف ايه اللي هيطلع لنا. طب يا جماعة احنا دلوقتي قابلتنا مشكلة، ان التيار بتاع الهواء بيحدف في بتاع المية، بيحدف السنارة وبيخليها مش ظابطة معانا في الصيد. بس احنا اصطادنا حاجة، ممكن توريها للناس؟ عادي يعني ايه، احنا هنغير المكان يا جماعه، بس احنا اصطادنا يعني دي قوقعه صغيره، ده اللي احنا طلعنا بيه من المكان. طبعا محمد بيقول لي، عشان هو يعني جرب الصيد اكتر مني يعني، بيقول لي ان احنا لازم نغير المكان ده عشان التيار هنا مش مظبوط قوي، فاحنا هنضطر نروح لمكان تاني ومش هنيأس. غير موضوع التيار ده يا جماعه، المكان برضو من الواضح ان هو يعني ما فيهوش صيد كتير يعني، مش شايفين حد بيصطاد غيرنا اولا. اصطادنا حاجة صغيرة خالص، فيعني من الواضح ان مفيش صيد كتير، واحنا عاملين الطعم كويس كل حاجة. تعال نشوف ايه اللي هيحصل، هنغير المكان ونشوف ايه اللي هيحصل. طيب يا شباب احنا غيرنا المكان، جينا مكان تاني خالص، قلنا نجرب فيه برضه الصيد. بقالنا تقريبا ربع ساعة، احنا ناحية كده ترعة الاسماعيلية بس من ناحية تانية يعني. بقالنا حوالي تلت ساعة كده برضه مستنيين ان نشوف ايه، يعني هنصطاد حاجة ولا ايه اللي هيحصل بالظبط. يا جماعة بعد ما قعدنا تقريبا تلت ساعة تقريبا، او حوالي يعني 25 دقيقة كده، طلعنا بحاجة كده نوريها لكم. طلعنا بالسمكة دي،
يعني شغاله مش وحش. يا رب نطلع حاجه ثانيه و تاني بقى عشان ايه حرام صغيره. لا ما ترميش بقى. ترمي ايه بعد كل ده؟ ايوه يا صاحبي بيقول لي عايزين نرميها. لا بقول له لا طبعا دي اللي احنا طلعناها وريها كده للناس ثانيه. هي دي يا جماعه شكلها، بس احنا مش عارفين نوعها ايه بالظبط، بس يعني ادينا طلعنا بحاجه يعني. استنوا معانا كده ونشوف يمكن نصطاد حاجه كمان. تمام يا شباب، كده احنا يعتبر خلصنا صيد. كانت تجربه لذيذه جدا ومع صديقي محمد استمتعنا بيها جدا. احنا دلوقتي في ناحيه دره اسماعيليه، منطقه قريبه من دره اسماعيليه، يعني اصطادنا يعتبر سمكه واحده بس. استمتعنا بحاجه زي كده، ولو عجبكم الفيديو اعملوا له شير، ما تنسوش سبسكرايب للقناه. كان معاكم زياد احمد، اشكركم جدا جدا على المشاهده. سلام.